مساك الله بالخير. أنا أعتقد بأن يعني ما يحصل اليوم هو استكمال لمسلسل المهازل اللي يعني تقدمها لنا يوميا اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات المنضوية تحت هذه اللجنة. غريب جدا يعني الخبر اللي تفضلتي فيه حضرتك على المشاهدين بأن اللجنة الأولمبية أخطرت الهيئة بأن اتخذت قرارها بعدم المشاركة في 20 سبتمبر الماضي، بينما اللجنة في 21 من سبتمبر. صحيح، هذا هو سؤالنا. بالرغم من اعتماد الهيئة للميزانية المطلوبة في حساب اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن المشاركة، ما السبب برأيك؟ لا يعني الأكثر من هذا أن اللجنة في 21 بعد يعني ادعائها أن هي اتخذت القرار في 20، في 21 من نفس الشهر أرسلت بطلب مشاركة إحدى اللعبات في البطولة، وفي 28 سبتمبر أيضا طلبت معسكر لإحدى اللعبات الأخرى. هذه الأمور تدلل على أن خطوة اللجنة الأولمبية الكويتية تهدف إلى إحراج الحكومة أمام الشارع الرياضي وإظهار الحكومة بعدم مساندة الحركة الأولمبية الكويتية، وإحراج أيضا الدولة أمام دولة شقيقة بحجم المملكة العربية السعودية قد تكون لها انعكاسات سلبية على مشاركة الفرق السعودية في الدورات التي تقومها الكويت، وأهمها بطولة كأس الخليج القادمة التي تسعى الكويت إلى تنظيمها في موعدها، ويسعى الاتحاد جاهدا إلى عرقلة تنظيمها في موعدها لأسباب لا يعلمها إلا القائمين على هذا الاتحاد. طيب، يعني كما ذكرت قبل قليل أن الهيئة فوجئت بكتاب من اللجنة الأولمبية الكويتية في 8 من الشهر الحالي يتضمن الإفادة بأن مجلس إدارة اللجنة اتخذ قرار في 20 سبتمبر الماضي بالاعتذار عن عدم المشاركة في الدورة. كيف نتفادى مثل هذا التضارب بين الجهات الرياضية المختلفة؟ لا سبيل إلى تفادي مثل هذا التضارب إلا بصدق النوايا. الهيئة العامة للشباب والرياضة قدمت كل ما هو ممكن ووسع أيديها لضمان مشاركة فاعلة وكاملة للكويت في هذه الدورة، خصوصا أن هذه الدورة تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. ولكن المشكلة هو النوايا المبيتة من اللجنة الأولمبية الكويتية عندما طلبت المبلغ تم توفيره بعد دراسته. طبعا لا يمكن، وهذا شيء روتيني، لا يمكن لأي اتحاد أو أي جهة تطلب مبلغ ويصرف لها المبلغ دون دراسة. عندما درست الهيئة العامة للشباب الرياضة المبلغ المطلوب رأت تقليصه إلى ما هو معقول، ومع ذلك صرفت المبلغ دون أن تزود اللجنة الأولمبية الكويتية الهيئة بأسماء اللاعبين والإداريين وفد، وكذلك وفرت ميزانية أخرى للتذاكر وما إلى ذلك قبل ورود الطلب إلى الهيئة العامة لشباب الرياضة. والهيئة أيضا وجهت كتب رسمية إلى اللجنة الأولمبية تخطرها بأن خلال هذه الفترة مطلوب منها بتزويدها بالأسماء. نعم. حتى يتسنى لها عمل اللازم. مع ذلك كانت اللجنة هي من يماطل، لا لشيء. الواضح جدا اللجنة دائما تحاول أن تحرج الحكومة وتحرج الهيئة وتظهر الجهات الرسمية الحكومية بأنها هي المقصرة، وفي الحقيقة أن هي من يقصر دائما في عمل ما هو واجب تجاه الحركة الرياضية. إذا رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة الأستاذ عبد الكريم الشمالي، شكرا جزيلا لك.